اللي بيشوفك دايما اكتف اول شيء بيتساءل انه هي كم موبايل معك؟ والله معايا موبايل واحد، وعايزه اقول لكم الناس هتتصدم ان انا ما بفهمش اي حاجه في اي حاجه غير اني انزل صور وفيديوهات واطلع لايف. لا بعرف بقى اعمل منشن ولا بعرف اعمل الحاجات اللي الناس بتعملها، وحتى هم الناس دايما تقول لي بوسي ظبطي الصور قبل ما تنزلي، يا بوسي اعملي مش قلت لهم بصوا يا جماعه انا عفويه وبنزل وما عنديش وقت، انا على الريد كاربت بسجل وبلحق ضيوف وبعمل برامج وبطلع لايف وباخد صور، انا وان يعني زي ما بيقولوا وان مان شو بعمل كل حاجه. وبالفعل بوسي وان وومن شو، فهي انشهرت بهالشيء وهذا اللي عودتنا عليه من سنين طويله، واللي بنشوفه بكل مناسبه او مهرجان بتحضره، يعني مو ممكن يقطع ايفنت او مهرجان وما نلاقي بوسي اول الحاضرين على السجاده الحمراء. بتعرفي احيانا بنقول بوسي دخلت على هذا الايفنت حرقت علينا التقرير حتى لو كنا عم نصور. حرقت اشطر مني، حرق لك مين؟ ده انت الترندات كلها يا يعني. حياتي يا بوسي، مين بقلدك؟ انت. انت اللي بتقلدني، لا انت جاي بعدي، انا بقالي 28 سنة بشتغل. اكيد يعني لكلها تتعلم منه. دايما السؤال اللي بيطرح نفسه انه ليش ما عندك شو كبير على قناة كبيرة؟ ليه كل هالشغل ضل بنفس المحور؟ ليش ما رجع ما صار عندك شو كبير؟ انا تعرض عليا كتير ان انا اعمل البرامج دي بس اسيب المهرجانات. يعني هو البرنامج ده بس تخلي بقى عن السفر والمهرجانات. تخيل انت تقدر تعيش من غيري على المهرجان، تقدر تروح ريد كاربت وما تلاقينيش. فقلت لهم انا نجحت في ده، وانا بوسي اسمها مرتبط بالريد كاربت، ما فيش حد تاني اسمه مرتبط بيه، لكن البرامج الشو مرتبطة بهالة سرحان وعمرو أديب ونيشان وفاء، في مذيعين كتير عملوا ده، حتى منى كانت في السياسة دخلت عليهم. طيب ومن بين كل هالإعلاميين مين منهم بتتابع بوسي شخصيا؟ عمرو أديب ما أقدرش أعيش من غيره كل يوم، يعني عمرو بالنسبة لنا ما بقاش برنامج، بقى إدمان. بس اللي بيبقى عن جد وما بتقدر تعيش من دونه هو زوج الراحل محمود عبد العزيز، اللي وفاته سببت له حالة نفسية صعبة جدا ولهلأ بعدها ما قدرت تتخطاها. أنا لحظة وفاة محمود خرجت برا الدنيا وروحي طلعت معي، وأنا بحس إن أنا مش جوا الدنيا، مش بحس بأحاسيس الناس اللي جوا الدنيا خلاص. ما عنديش حتة إني أزعل، ما عنديش حتة إني أفرح، ما عنديش حتة إني تبلدت مشاعري. مش تبلدت، أنا مش في الدنيا، أنا روحي معي، أنا في حتة تانية معي. يعني حسيت إن أنا لازم أكون معي مش على الأرض. ويمكن أنا حاسة بإيمي سمير غانم دلوقتي إن هي مش عارفة تتعايش وعايزة تخرج برا الدنيا، فأنا الحاجة الوحيدة اللي بقولها لها دايما اشتغلي. وهالنصيحة اللي عم تنصحها اياها لأيمي نصحتها لنفسها ايضا من قبل، ولهالسبب هي بعدها مكملة بالاعلام ومكرسي كل وقتها لإله. سمعت لك تصريح من كم يوم قلتي لو ما عندي شغل كنت حنتحر، بيألمني الموضوع اني اسمع منك هالشيء، لانه اللي بيشوفك بهالشكل واللبس والمكياج والدنيا والمهرجانات بيقول عم اهلها هي سعيدة. المظاهر خداعة، يعني ده مهنتنا، بلبس الشخصية زي الفنان ما بي، لكن الحياة انا فعلا انا عايشة بطولي في البيت. فتخيل انت تقعد بين اربع حيطان لوحدك، ده شيء مؤلم. يعني انا عندي اخواتي ربنا يخليهم، بس هم اكبر مني بكتير، عندهم بيوتهم وعيالهم وشغلهم، لكن انت في النهايه بتقعد في بيتك معكش حد في البيت، بطولك انا بطولي خالص في البيت، فممكن اتجنن وانا ست عندي طاقه. عارف انت لما بتمر بطعنه جامده، الناس اللي نفسيتهم ضعيفه او ممكن ايمانهم ضعيف بيلجأوا لايه؟ مخدرات او ادمان او حبوب مهدئه، وبالنهايه بتروح بيحمن مستشفى امراض نفسيه. كان انا لازم امر بحاجه من الثلاثه دي من كتر ما انا تعبانه، لكن انا عشان عندي ايمان قوي وانا ست برضو قويه رميت نفسي في حضن الشغل، نزلت اشتغلت على طول. بتتضايقي لما بيقولوا الناس انه بوسي ايفريوير، ستورياتها كثير، وهن ما بيعرفوا هذا الكلام وبتقري تعليقاتهم؟ ما قلت لك انا بره الدنيا، انا لا بزعل ولا بنبسط، يقولوا لي وانا في حته تانية. تبكيك وانت قاعده مع نفسك؟ لو قاعده لوحدي بعيط طول الوقت، لو قعدت ساعه لوحدي كلها عياط، وببقى عايزه يعني الارض تشق وتبلع.